اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى مع صديقنا الدكتور معتز بالله فتاح. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا استاذ محمود، اهلا بك. يعني كما ترى الامور محتاجه الى يعني تفصيص وتحليل ورؤيه نستفيد منها كلنا من حضرتك للاحداث اللي حصلت واللي منتظر انها تحصل. وانت كاتب مقالين مهمين حضرتك، ودايما مقالاتك مهمه، بس ارجوك تكلم بالراحه شويه. الناس بتشتكي انك بتتكلم بسرعه، ما بيعرفوش يجمعوا معاك. اجتهد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول ايه؟ نقول انه هناك من يريد اعاده رسم خريطه المنطقه. في حد كده، عارف حضرتك الافلام بتاعت زمان لما يجي حد يقول لك انا عايز اهدم العماره دي او الفيلا دي عشان اخدها واضمها لارضي ولا اضمها حاجه ثانيه. سيادتك محلل سياسي كبير، ولو تفتكر احنا قلنا الكلام ده من 10 سنين صحيح في التلفزيون المصري، وبعدين منعوك من الظهور. ده حصل. الدكتور ده ما يطلعش معاك تاني ابدا. عشان وقدمنا لهم كل ما يريدون، كل حاجه. يعني واحد حرامي جاي، مش بس فتحنا له الباب، فتحنا الباب ودخلنا في اوضه، قفلنا علينا وتغطينا بالبطانيه. صحيح، حطينا يعني تجاهلنا، وقعنا في كل فخ، تجاهلنا كل نصيحه وارتكبنا كل خطا، والمنتج النهائي اللي احنا فيه ده. معلش بنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه، لانه لا نملك بديل غير دي بلدنا ودي منطقتنا ودي عروبتنا وده اسلامنا. بتتعرض لحاجات وتقوم ان شاء الله. صحيح. فقرر هؤلاء، انا يعني بقى لي يعني الشهر ونص اللي فاتت سافرت شويه جوه المنطقه العربيه وفي امريكا وكندا فالحقيقه هناك من يريد بنا شرا، يعني واحد يقول لي دلوقتي الجديد، لا مش جديد، بس انا من يريدون بنا من يريد بالظبط. فبس انا عايز اقول لك انه الموضوع مش خيالات، لانه بعض الناس بتتصور ان احنا بنبالغ في الحديث عن المؤامره والحديث الأرض. ده احنا شايفين يعني اللي مش يعني وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم. فممكن حد عنده رمض فمش شايف الشمس، ممكن حد يكون عنده مشكله في سقم يعني مرض فمش عارف يحس بطعم الميه. احنا لا عندنا سقم ولا عندنا رمض، احنا شايفينها الحكايه واضحه زي الشمس، احنا شايفينها وعايشينها، ودلوقتي بنحاول ان احنا نقاومها. بنقول ايه؟ بنقول يا اخوانا جزء كبير من اي حرب تشن على اي دوله، زي اي مرض عضال بيهاجم انسان، الجزء الاكبر ان ارادتك انت تكون قويه. اراده التعافي عند المريض هي جزء كبير من قدرته على مواجهه المرض، خاصه ان احنا نمتلك الدواء عندنا، مش ده عندنا. انا عايز اقول اللهم لك الحمد والشكر، والله العظيم اسجد لله شكرا، وادعو كل واحد بيشوفنا يسجد لله شكرا وهو بيصلي على هذا الجيش العظيم اللي طبعا عندنا. طبعا استاذ محمود، احنا في منطقه شفنا فيها بعيننا ما حدش حكى لنا، في مناطق كتيره ودول كتيره بتلاقي الجندي هاجم الدواعش داخلين عليه، يقلع الزي، يرمي السلاح، يسيب الموقع ويسلم النساء والرجال، ينضم لهم. وحصل احنا عندنا والله يا استاذ محمود، انضموا. انا في الاربع خمس ايام اللي فاتوا هم شفت جنود مصريين وضباط، طبعا الجنود اللي هناك اللي يعني استشهدوا هو ما يعرفش هم مين، يعني مش لازم يكون قابلهم، يعني ده ممكن هو يكون من دمياط وواحد تاني من اسيوط طبيعي. انما والله يا استاذ محمود اراده القتال والرغبه في الدفاع عن الوطن والاستعداد للبذل والعطاء لا مجال لانك تتخيلها. والله يا استاذ محمود الواحد شاف قدامه ناس بتتخانق على مين يروح، مين اللي يروح الاول يركب العربيه علشان. طبعا حضرتك شفت التسجيل اللي صورته القوات المسلحه مع ظباطنا وجنودنا المصابين، حاجه يعني اللهم لك الحمد والشكر. لان هو عارف اول نقطه لما الناس تقول لك ايه، انا مش شايف نور، يعني انا شايفها ضرب، لا اول نور تشوفه ان ربنا بعت لك الجنود دول والضباط دول، لانه ده واحد في عز المعركه يقول لك انا مستعد اموت علشان اهلي واسرتي، وده معناه انه البلد دي قويه. انت عارف حضرتك في حاجات بنسميها احيانا ايه، اختبارات ضغط، يعني بتختبر مثلا تختبر المؤسسه فتمنع عنها كاش فلوس تشوف هتستحمل ولا لا. يعني الناس بتوع الفاينانس والاقتصاد بيعرفوا الحاجات دي. لو في الحقيقه يقول لك عشرته ما عشرتوش، انا جربته ولا ما جربتوش، احنا بنخضع هذه البلد، هذا افراد المصريين. انا عايز اقول هذا الانسان المصري الغلبان اللي بنشوفه ماشي في الشارع تعبان ومجهد وعرقان معنى انه لسه عايش وبيضحك، بيكون لما تجيله فرصة انه يعانق الحياة بيعانقها. مجتمع تعرض ليه ما تعرضنا، عارف حضرتك اللي مضروب في الخلاط يطلع من حاجة لحاجة ويطلع يقول لك طب هي وصلنا للقاع، يقول لك لا ده لسه في قاع تاني وننزل تاني، ومع ذلك عندنا رغبة في ان احنا ننجح ونعيش ونستمر. جيش بيواجه هذا الجيش محاط بميليشيات شرقا وغربا وجنوبا، وما افتكرش لا يعني لا يوجد اصدقاء محاطين بنا، محاط يعني المنطقه العربيه، يعني الدكتور ما يقصدش مصر، لا المنطقه طبعا المنطقه يعني من يريدون بهذه المنطقه شرا كثيرا. ففي هجمه شرسه علينا، الهجمه دي عشان نحللها ونفهمها هي تستدعي
تحدي في خمس حاجات عشان برضو الصوره ايه تكون واضحه. انا كده لما عايز اضر الاستاذ محمود سعد يعني لا قدر الله الحمد لله يسمع بهذا انا مش هسيبك وانا هسيبك يبقى اخد منه النضاره اخد منه الساعه مش عارف اعمل له ايه في شقته اعمل له ايه في عربيته يعني ده هو عايز ايه هو عايز ايه منك هو عايز يهدم فيك خمس حاجات لان كل حاجه في دول هيهدمها بتحقق له مصلحه كويس واحد عايز يشوه السلطه السلطة هنا يا استاذ محمود ليست شخص السيسي ولو بيحكمنا واحد اسمه محمود ولا طارق ولا عادل ولا مياء ولا بطرس هو في الاخر رئيس الجمهورية رئيس جمهورية مصر العربية يعني عايز يشوه صورة القائد بالظبط كده اي مكان اسمه واحد زي ما قلت يعني مفيش اسم مش عشان احنا مش بنجامل حد اي قائد قائد الامة دي لازم يتشوه صورة وانا لو عايز اهدم امريكا جزء من اهدافي ان اصور الامريكان ان اوباما ده عميل لدولة تانية وانه راجل مش عارف ايه وانه مستبد وان في الاخر تبص تلاقي الناس تعمل لك يا عم انا مش عايز امشي هو بيحاول انه يعمل ده حاول بقى يرسم صورته في هجمه شرسه بعد الحرب دهيت بالدم وبالسلاح وبالمعدات وبالقتال لكن بعد التاني حرب الصوره حرب الكلمه حرب التصور حرب الادراك حرب اسوا هو انا ازاي اشوه صوره فلان بحيث ان فلان ده لما يتكلم الناس ما تسمعش كلامه او تعتبر ان كلامه ده كلام مش منطقي او كلام خائن وعميل والاخره ففي حرب في هذه المساله هم يريدونها فوضى اللي عايز يدمر السلطة في أي دولة هو يريدها فوضى يعني ما طبعا نتكلم عن سلطة وطنية بتحقق المصلحة الوطنية بتسعى من أجل مصلحة الشعب هو يريدها فوضى لكن إحنا بإذن الله الناصر سننتصر بإذن الله تعالى اللي مش هنسمع لهم إن ده يحصل إن شاء الله تاني حاجة عندنا ميزة إن القائد بتاعنا عنده شعبية ظهير شعبي عريض أنا شفت النهاردة أنا هقول لك حاجة يا أمي قالت لي ما تقولهاش بس أنا هقولها أمي من يومين والله بتصل بيها بتطمن عليها أنا كنت مسافر فلسه راجعي يعني لسه ما شفتهاش طبعا ده تقصير مني يعني تاني يا معتز والله معلش أنا وحش معلش والله بس وحياة ربنا وإن يعني أنت اعتذرت قبل كده من ثلاث أشهر إنك أنت مش قايم بواجباتك تجاه والدتك ومعلش هي تسامحني بس والله العظيم شغل يعني شغل للبلد والله يعني الأم التانية أم فبكلمها من يومين والله عايز اقول لك يعني لا قلقانه مضطربه يعني هي ما بتبكيش عشان مش عايزه تزعلني بس هي الدموع في صوتها يعني الدموع يا ابني هنعمل ايه؟ يا ابني ايه اللي بيحصل ده؟ انا حزينه على البلد انا خايفه عارف التعبيرات الانسان الصادق اللي يعني ربنا يديها الصحه طول عمرها هتاخد ايه من اللي بيحصل ده؟ لكن هي النهارده بكلمها قبل ما اجي يعني في الطريق وانا جاي لحضرتك صوتها مختلف قلت لها ماما انت لما بتتكلمي صوتك لما بيضحك انا بضحك انا جوايا روحي معايا والله وحياة ربنا الحوار ده حصل انا فهي فرحت قلت لها طب انت ايه اللي حصل من يومين للنهارده قالت لي شفت الرئيس وسط الجنود بسطت بس هو ده يعني هو وهي يعني ملايين المصريين عايزين نشوف قائد حقيقي بص حضرتك هي مقوله مالهاش علاقه بمصر هو الراجل قالها وينستون تشرشل لما جم الالمان بيدمروا انجلترا فقال لك بصوا يا اخوانا أنا لازم أكون قوي، هو رئيس وزراء بريطانيا، أنا لازم أكون قوي حتى لو غلط، ليه؟ لأن الناس في أوقات الأزمات يبحثون عن القوي حتى لو كان مخطئًا، وليس عن الضعيف حتى لو كان مصيبًا. لا ما الضعيف ده ما يلزمناش. أيوه، لازم تكون قوي، لأننا في اللحظة دي بنقولها إزاي؟ أنا بحب أبسطها للشباب يعني، بقول لهم تخيل كده أنت مثلًا قاعد في أوضة وأنت بتخانق مع باباك وباباك مش بتحبه وكلام زي كده، بس عرفت إن في حرامي تحت في الدور اللي تحتاني. تبعت باباك مش تبعت مامتك. قوي حتى لو في بينك وبين حتى لو القوي ده انت زعلان منه اللحظه دي مش لحظه تصفيه خلافات دي لحظه ان البلد على المحك البلد موضع هنتكلم شويه عن سينا وايه اللي هم كانوا بيخططوا لسينا ان عايز طيب. الموضوع هنتكلم النقطه الاولى السلطه هي محاوله تشويه القائد تمام اتنين الشرعيه هو عايز يقول لك ان كل اللي حصل بعد 30 يونيو ده هو خروج على الشرعيه الاصليه وكانه ضمنا عايز يقول لك ايه عايز يقول لك رجعني لما قبل 30 يونيو عشان تسعد مش هو قالها البلتاجي قال لك عايز اللي في سينا ده يقف رجع الرئيس تاني لا وخيرت وسمعنا كلام كتير عن الكلام لا وخيرت ده قال الرئيس قال يعني كان ساعتها الوزير السيسي قال له لا ده انت ده لو حصل لو خرجتوا على مرسي وايدتوا المظاهرات ده في ناس كتيره ومش مصريين بس ده واخدنا فرده يعني عارف ده المافيا اللي بيجي يقول لك ايه انا هحميك تقول له احميني مني يقول لك احميك مني ادفع لي فلوس عشان احميك ايوه تحميني من ايه يقول لك مني انت فهنا وضمنا بيقول لك انا هحميك مني لا طبعا ده فهو يريد لهذه الشرعيه ان تعود لما قبل 30 يونيو هي الكارثه فين ان احنا لو كنا راينا منهم خيرا
والله لو كان مرسي كفء، والله لو كان الاخوان اكفاء، وربنا ولا السيسي ولا 100 واحد زي السيسي كانوا عرفوا يعملوا حاجه. كنت في امريكا في حاجه كده ندوه عامه يعني، وكان بعض الاخوان بيزعقوا وبيحاولوا يهاجموني يعني او يقطعوني في الكلام، الحمد لله كلامهم كلام فاضي. فالمهم جت السيره فبيقولوا ما معناه انه ده مش ثوره، ده انقلاب. قلت لهم لا، هي القضيه الحقيقه ان هو انقلاب، في حاجه في مصطلح في سياسه اسمه اوتوكو، انقلاب ذاتي، يعني ان انت اللي تنقلب على وعودك. لو كان مرسي التزم ب 10% 20% من وعوده، اي وعود ما كنا التزم. لا ده مش بس التزم، ده هم عملوا حاجات طبعا معقولة. طبعا يعني مجانين. ما هو عشان كده ساعتها ايه، انا كتبت مقاله مره، اعوذ بالله يعني، انا بس كتبت مقاله مره للسفير الالماني في القاهره، بقول له انتم علمتونا وبتلومونا، انتم جيتم انتخبتم هتلر انتخابات حره نزيهه، والراجل بقى رئيس وزراء، يبقى رئيس الدوله، وعمل قعد 12 سنه يحارب، دمر اوروبا والعالم. طب يا عم احنا اكتشفنا الحاجات دي في اول سنه، يعني احنا كنا لازم نخليه يعمل بقى كل اللي احنا اتعلمنا منكم. احنا لقينا احنا كان في مشاكل بين المسلمين والمسيحيين احيانا. مع مرسي بقى في مشاكل بين المسلمين والمسلمين. ده احنا وصلنا لنقطه ان الناس بقت بتكره بعض. انا يعني واحد صديق ساعتها يقول لي انا في رمضان مش عارف اجمع اخواتي. طب انت والمفروض ان ده رئيس بعد ثوره عشان ياخدنا بقى للتنميه والديمقراطيه. بس الحمد لله يعني الحمد لله. طبعا الناس ادركت بدري وخرجت بدري وخلصت. صحيح. هو بقى يريد ان يهدم شرعيه 30 يونيو بتشويه كل ما حد، يخلي الناس تشك في قراراتها السابقه، في وجهاتها الحاليه، في الامل في المستقبل. عايز يقول لك انت كنت غلطان، والسكه اللي انت ماشي فيها انت غلط، واللي انت بتدور عليه في المستقبل سراب. عشان كده احنا لازم نقف ضد ده. اراده المصريين تمثلت في 30 يونيو. طيب احنا هنتكلم عن الخمس نقط وبعدين نشوف كيف نواجه الخمس نقط. بالظبط كده. كويس. ثلاثه. هو يريد هدم الدوله. يعني ايه هدم الدوله؟ كلمه الدوله يا استاذ محمود، الدوله كان بنسميه كيان معنوي، يعني مفيش حد فينا قابل الدوله في، انا كنت ساعد مع الدوله، مفيش حاجه اسمها مؤسسات. بالظبط كده، الدوله مؤسسات، وبنسميها على الدوله هي مؤسسه المؤسسات، لانها هي المؤسسه اللي بتدير كل المؤسسات. بتدير المؤسسات. بالظبط كده. فالحقيقه الدوله هنا هي، عشان كده بيقول ايه الدوله لا تخطئ. يعني بيقول لك ايه، يقول لك اصل ده ماشي مع الدوله. ما هو طبيعي انك تمشي مع الدوله، زي تقول ايه ده ماشي مع الدين. ما هو لازم تمشي مع الدين. في فرق ما بين الدوله والسلطه. السلطه ده ممكن يكون معتزل بيعمل غلط، فانت تيجي تقول لي ايه، تقول لي سواق الاتوبيس غلط، بس مش الاتوبيس غلط. تقول لي عالم من علماء الدين غلط، بس مش الدين غلط. دي غير دي. فعشان كده لابد ان نتمسك بالدوله. يعني كيان الدوله دوت كيان هو اللي بيصنع هذه الامه. بالظبط. لكن يبقى في اخطاء جواه نعالجها سوا. وعشان كده لما تيجي تروح ونغير رؤساء المؤسسات. ايوه، لكن ما تجيش تقول لي ما نغيرش المؤسسات. ما تجيش تقول لي هلغي السلطه القضائيه. ما ينفعش. طب اعمل فيها ايه؟ طب الغي السلطه التشريعيه. لا، ده لازم يكون عندي سلطه تشريعيه. انت النهارده فيها مشاكل نعالجها. عارف يا استاذ محمود، انت النهارده لما بتتكلم عن السلطه التشريعيه دي لحظه من اللحظات المهمه جدا. انا عايز اسائل ابراهيم محلب. انا معتز. هو مين اللي يعني عايز ازنقه؟ عارف حاجه اقصد؟ ومحلب ماله من مش قصدي، لا يعني قصدي بصفه عامه، انا بتكلم عايز المسؤولين يطلعوا يكلمونا في السلطه التنفيذيه. عايز السلطه التنفيذيه تبقى مسؤوله عن السلطه التشريعيه، حتى لو سلطه تشريعيه خيال مآتة، بس اكيد هيطلع منها 10 15 واحد جادين يوقفوه. ايه اللي بيحصل في كذا؟ ايه اللي بيحصل في كذا؟ لازم يكون في مساءله، لو في حد مقصر يتحاسب. ما ده احنا في انتظار مجلس الشعب. عشان كده مهمه جدا جدا. هو الرئيس قال ان هو السنه دي ان شاء الله، والسنه دي مر منها 6 7 اشهر اهو. صحيح. فان شاء الله يبقى قريبا. هو يريد ان يدمر الدوله، لانه تدمير الدوله هيعني بالنسبه له ان انت تقلب بقى زي ايه؟ لا حول ولا قوه. لا، هو تدمير الدوله يعني بالنسبه لنا احنا خراب طبعا. هتقلب بقى بدل ما احنا النهارده، انا حضرتك وانا والناس واصدقائنا المشاهدين، انت بتقف في الكمين بتاع الجيش وبتاع الشرطه، ممكن تضايق شويه، تتعطل شويه 10 دقايق ربع ساعه. ده الدوله. ايوه، دي البلد. بالظبط. لانه البديل انه هتقف برضه، بس هيقفك واحد ارهابي او واحد بلطجي. طبيعي. لا، هو انا ما بقابل الضباط بتوع الشرطه ولا بتوع الجيش، انا بشكره، ربنا يبارك فيك ويعينك ويوفقك واشكرك انك بتحميني. صحيح. لان هو لما بيتاكد من ورا ان انا ما عنديش لا متفرقعات ولا رشاشات ولا كده. طب هتفضل. لانه البديل لو الموضوع سدح، ما احنا ممكن نقول لا قنبله تحت. لا، وانت على فكره ابسط واحد في الشارع المصري يقول لك لا احنا عندنا دوله. ايوه، عندنا جيش. استاذ محمود، دوله وجيش خلاص. احمد ربنا. انت عارف حضرتك في دول تانية اول ما الدوله بتقع بيجري يقول لك القبيله، العشيره. طبيعي. او الاسره، او المذهب، او البتاع، او المذهب. بالظبط كده. بلاوي في بلدنا دي. اول الدنيا يعني الحمد لله ما تقعش ان شاء الله. اول ما ابتدت يبدو كانها بتغيب كمان، ده فين الداخليه؟ في الحكومه. احنا لان احنا الحمد لله غير كتير من الدول المحيطه بنا، وهذا نسجد لله شكرا ان ده جزء مننا. خلي بالك يا دكتور، انت عارف طبعا اكتر مني ان احنا عندنا مؤسسات عريقه. صح.
يعني مجزرة في البلد، ما هيش مؤسسات معمولة من 3 سنين ولا من 20 سنة ولا. صحيح. الحمد لله. معش كده احنا بنقول ايه، في دول صنعت مجتمعات وفي مجتمعات صنعت دول. يعني مثلا حضرتك بص لايه العراق، هو طبعا العراق ليها حضارة، بس تركيبة العراق الحالية دي لا، دي كلها بعد الحرب العالمية الاولى. اقصد يعني التركيب، انما مصر دي هي مصر دي كده من ايام مينا نارمر، توسع شوية تزيق شوية سيكت مؤسسات من هنا بدأت. ده صحيح. رابع هدف ليهم المجتمع، ودي خطيرة. المجتمع عايز يهدم المجتمع، عايز الناس لما تبص لبعضها في الشارع. بص حضرتك في مصطلح مهم، عارف حضرتك الاسمنت في طوبة وطوبة وطوبة وطوبة، ده الافراد. هو ايه اللي بيخليهم في الاخر خلاص بناء؟ الاسمنت بوزنة معينة كل ده يترابط ببعض. هو عايز يفكك الاسمنت ده، هو عايز يخلينا شعوب وقبائل داخل المجتمع، مش مجتمع بقى تجمع من الافراد. نشكك في بعض ونشتم في بعض، واصل ده سيساوي واصل ده بردعاوي واصل ده كوري. انا والله قعدت اقول كده في المقدمه النهارده، قلت امبارح فكوا يا جماعه الدنيا دي. احنا كلنا مصريين في مركب واحده. لو حد فينا معاه مركب مطاطي، مركبنا على فكره قويه في مواجهة التحديات الكبيرة، بس في نفس الوقت في تحديات أصغر منها ما تهدهاش لكن تعطلنا تهزيها. إحنا لازم نوقف ده، هذا العبث اللي موجود على الفيسبوك وعلى تويتر وفي أحاديث الناس السيارة وعلى الشاشة بصراحة يعني. وعلى الشاشة يعني لا نعاتب زمايلنا، كل واحد حر فيما يقدم، ولكن حين تكون الدولة عندها أزمة كبيرة لابد أن نتأمل. أستاذ محمود، وهي واحدة من وظائف الدولة أن تراقب سلوك من يعبثون بها. في حاجة اسمها حرية رأي وتعبير، بس لها حدود، وهو الصالح العام. يعني إيه؟ أنا ممكن أروح مسرح من المسارح في أمريكا، حيث يوجد بقى فريدم في سبيتش، المادة الثانية من الدستور الأمريكي. يعني إيه حرية رأي وتعبير؟ هو أنا ينفع أجي في وسط مسرح ولا سينما وزعق بعلو صوت أقول حرية حرية فالناس تجري تتلخبط والآخر يموتوا بعض؟ أنت تتسجن. بس ده تتسجن، عارف حضرتك بتتسجن. لو الناس دي اصيبت فانا مطلوب ان انا اعوضهم، ولو ما عرفش اعوضهم فلازم اتسجن. توقيفك العرض مصيبه. بالظبط كده، لان في قانون. لا انا 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 يعني بأناشد الدوله انها ان لم توقف هذا العبث اللي جزء منه محطوط تحت مظله حريه الراي والتعبير، لا احنا في خطر كبير. لا انت بتقول حاجه بقى صعبه. العبث، ودي نقطه نتكلم فيها لوحدها. لانها نقطه حساسه شويه. صح. عايزه تامل وعايزه ايه، لانه وعايزه مجلس وطني للاعلام زي ما موجود في المانيا وفي امريكا وفي اليابان. مظله ممكن تحصل كوارث طبعا. مش عايزين قمع، بس في نفس الوقت مش عايزين الحاجات دي، عايز تتعمل بتاني. موافق. السرعه في الاشياء دي انت دكتور. لا موافق وعارف. موافق، لكن في نفس الوقت تجاهلها مش هيحل لنا مشاكل، ده هيعمل لنا مشاكل اكبر. فهو عايز يهدم المجتمع بحيث انه يحولنا لقبائل وطوائف، في الاخر خالص نكره بعض وما يكونش بينا سبب يخلينا ندافع عن بعض. يخلي الجندي اللي جاي من اسيوط لك يا عم انا مالي، انا دافع عن اسيوط بس، ايه اللي خلينا ندافع عن دمياط، ايه اللي خلينا ندافع عن سينا، ايه اللي خلينا ندافع عن اسوان. التفكيك. خمسه بقى. خمسه، عايز يهدم الدور، دور مصر في المنطقه. ما هو انت ما ينفعش انك تقول لي انا ماليش علاقه باللي بيحصل حواليا لغايه ما يخبط على باب بيتي. لا مفيش حاجه اسمها كده. هو خبط. ده خبط طبعا، وبيحاول يدخل طبعا. هو جزء لا يتجزأ من وصولهم لسيناء معناها ان احنا ما ساعدناش كفايه في سوريا، وما ساعدناش كفايه في ليبيا، وما ساعدناش كفايه في العراق. بس هم مش موجودين في سيناء في السنتين دول يا دكتور. طبعا موجودين من زمان، بس هي في نفس الوقت برضه كان في اخطاء كانت موجوده قبل 2011، لا شك في هذا. يعني انت سبت التعبان يكبر لغايه ما وصل لحجم بقى دلوقتي بينهشك، وبقت المساله اعقد كتير من انك تهاجمه بسهوله. لكن في نفس الوقت هو قلق من دورك، هو عايزك دايما منكفئ على ذاتك، مش عايزك تساعد لا في سوريا ولا في العراق ولا في ليبيا ولا في اليمن. هو عايزك كده دايما، عارف اللي مشغول بنفسه لدرجه اكسجينه قليل، لدرجه ان هو دايما في حاله مرض، دايما في حاله ضرر، دايما في حاله خوف من انه يطلع رجله بره مساحته. فلا دور يفيده في الحاله دي يا دكتور. ما تشرحها لي اكتر لو سمحت. احنا مطلوبين اكتر لان انت دورك كبير. طبعا انتش دوله على جنب كده ولا حاجه. انا كنت في احدى الدول العربيه، انت بدي بعض اكتر انك تتضرب. هقول لحضرتك حاجه، في احدى الدول العربيه المهمه يعني كنت بدي كده دورات لبعض الناس المتنفذين هناك. طبعا لما خلصت ربنا سترها كده، واضح ان الامور كانت ماشيه كويس. فخلاص لقيت حد اسمه برضه كبير كده بيقول لي اللي انت عملته في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول هم بيثبت لنا للمره الالف انه مصر هي فعلا ام العرب، وهي الدوله الوحيده اللي ابنائها كافيين لنهضتها. انت مش محتاج مساعده من بره، هو في الدول دي عاده اللي عايز مساعده هي البلد. انتوا كل ما يجي لنا من عندكم حد ليه راجل يعني بص، لاقي مثلا عامل مش عارف كام دوره حاجه و20 دوره، يقول لي افضل الدورات افضل الحاجات افضل الاستشارات من مصريين.
انتوا بتعملوا ايه؟ لا الشباب اللي بيروح يفتح محل طعميه بيعملوا ايه؟ يقول لك احلى طعميه عندي. يعني يعني في الدور هو اللي عايز. عشان كده في مقوله قلتها مع حضرتك قبل كده في البرنامج، نعم. لا وجود للعرب بدون مصر، بس لا قيامه للعرب بدون السعوديه. في اللحظه دي مصر هي المسؤوله عن ان احنا نفضل موجودين، بس انت مش هتقدر تشيلها لوحدك لانه التحديات كبيره قوي. انت عايز عصب قوي يساعدك هو السعوديه. عشان كده لازم يكون في تنسيق عالي المستوى ما بين الدولتين. وانا ملاحظ ان كان في شويه حاجات بعد دلوقتي الامور كويسه. ما هو دلوقتي الامور بتحسن كتير طبعا، لانه برضو يعني لما بنشوف قدام. خد بالك لما كنت في امريكا انا عملت لهم ايه عشان افهمهم ايه المازق اللي فيه مصر. انا قريت لهم البند رقم 4 في اختراع كده مضى عليه بتاع 500 واحد من اللي مسمين نفسهم اسلاميين ولا اسلامسيين. وقع البند رقم 4 بيقول لك انه اي حد من رجال القضاء، رجال الشرطه، رجال الجيش، الاعلاميين، المثقفين، اللي كذا كذا، اللي يؤيد الانقلاب ومجازر الانقلاب يقام عليه حد القتل كما لو انه قاتل. يخرب بيت سنينك، دي دعوه لقتلنا كلنا. طبعا ده ايه ده؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ فانا كل اللي عملته انا ترجمته له، ده اللي بيتقال. في دوله في الدنيا تقبل انه كيان المفروض انه كيان سياسي بيدعي انه سلمي يقول كده على قطاع من مواطنيه؟ طب انت ده حرب، انت بتعلن الحرب. يبقى ده. طب فين اعمل لك انا ايه؟ هم يريدون بنا شرا. السؤال هل احنا عارفين ده؟ ده واحد. اتنين، ايه اللي مطلوب مننا ان احنا نعمله؟ علشان طيب طب جاوبني على السؤالين. نعمل فاصل ونرجع تاني. طيب نعمل فاصل ونرجع نجاوب على السؤالين. تمام. اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى مع الدكتور معتز عبد الله عبد الفتاح. كنا بنتكلم مع الدكتور على انه هل الدوله عارفه ومطلوب مننا ايه؟ الاجابه على السؤالين من فضلك. تمام. نقطه البدايه انه ولازم الدوله عارفه. الدوله عارفه طبعا. واعتقد انه الكلام متكرر، انما هو اللي ينقصه ان احنا نحطه في اطار منضبط اكتر شويه. هو مين بيتامر علينا فين؟ يعني لازم نحكي الحكايه بقى. والمعلومات موجودة، إنما خلنا أقولها من غير ما أدخل في تفاصيل حركة تسمح لي بكده. إحنا عندنا رهان مصري على إنه حتى أعدائنا حتى هذه اللحظة إحنا مش عايزين نقطع معهم شعرة معاوية، مش عايزين نوصل الأمر لدرجة إنه إحنا نحولها بدل ما هي خلافات لا لعداء سافر. فبنحاول معهم ده يعني مع أعداء وأعداء، يعني في أعداء ما فيش بينا فيه متفاهم. ما هي بقى دي داعش والارهابيين والقاعدين ما فيش ده دم لا ده موضوع مقصود ده دم ده علاقه دم خلاص. انما الدول هنا بنرجع تاني للي حصل. فاكر حضرتك اللي حصل مع القطر في مرحله لما الملك عبد الله ضغط على وسحبوا السفراء؟ الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا احنا بنحاول تاني، نحاول تاني انه اخواننا ما هيش غير منطقي. لان انا لما هاجي لحضرتك اشرح هو ايه الخمس حاجات المفروض احنا نعملها عشان نواجه الخمس تحديات، هتلاقي واحده منها بالضروره ان احنا نواجه الحرب النفسيه اللي بتشن ضدنا طبعا، ولازم نحقق اكبر قدر ممكن من تماسك الجبهه الداخليه لان مفيش فيها هزار. تمام. لكن طب هو اصلا التهديد جاي منين؟ هتلاقي التهديد جاي من دولتين تحديدا، قطر وتركيا. يعني احنا يعني محتاجين نلعب دور، بس ده مش هيكون اعلامي. يعني هي بقى كلمه السر هنا، هذه هي الدبلوماسيه خلف الابواب المغلقه عشان نوضح. هل انتوا هدفكم العرب كلهم مش احنا بس؟ هل انتوا هدفكم توقعونا؟ طب انتوا هتتحملوا مسؤوليه وقوعنا؟ هل انتوا عارفين وقوعنا معناه ايه بالنسبه لكم؟ هل انت الكماشه اللي بتعملها ايران عليكم؟ انا كنت لسه هقول لك انت مستبعد ايران. ايران برضو حاجه خطر جدا، بس الحقيقه هي ايران في الفتره حتى هذه اللحظه مش مشغوله قوي بينا. يعني احنا مشغوله بمنطقه تهمنا جدا طبعا، هو عامل الكماشه مش يعني هو طالع من طهران بلدنا. بغداد، دمشق، بيروت. طيب مشغوله من تحت. دي كلها بلادنا. ده صحيح. ودي كلها امننا القومي. الامن القومي العربي. ودي كلها مصر. صح. يعني الدوله كبيره. انا موافق تماما. وبالتالي فالنهارده في تاني جهود بتبذل في نفس مش منطقي حتى هذه اللحظه ان يطلع قناه الجزيره بتشن حرب. بس حضرتك بتقول تحليل ولا بتقول معلومات؟ خلينا عن قيمه جهود. لا في جهود من خلف في جهود غير معلنه، بس انت لازم تبذل يعني وبتبذل عشان بس تكون واضحه. عربيه ولا مصريه؟ الطرفين. لان يعني جهود عربيه مصريه ومصريه طبعا.
لانه لا في ادراك بانه بالذات طبعا بعد اغتيال النائب العام وما حدث في سيناء انه الموضوع دلوقتي عارف حضرتك خطه ابرز اصل بعض الناس ولا يعني بقول هذا الكلام احيانا بحس الناس مش مدركه حجم الخطر. انتوا عارفين الدواعش كانوا عايزين يعملوا ايه في رفح والشيخ زويد؟ هو مش قضيته رفح والشيخ زويد، هو كان امله انه يخترق هذه المنطقه شمال شرق سيناء علشان يفتح الحدود والمعابر لحماس وللجهاد والتكفيرين تانيين. ده خيال علمي. طبعا هو بيحلم بس هو عايز يوصل، هو مش يعني هو على حد فين يقول لك طب هم بعد ما ياخدوا اسم الشيخ زويد ويحطوا العلم الاسود بتاعهم لا هيتشال بعد دقيقه واحده ولا مفيش حاجه، هو كان عايزين يصوروا الصوره دي كده بس هو ما كانش هدفه بس ده كده، ده هو كان عايز يدخل رقم ما بين 30 ل 40 الف تكفيري تانيين، فتتحول الشيخ زويد وشرق شرق العريش ورفح كما لو انها خلاص منطقه غير خاضعه للسياده المصريه. ولو حدث ده عارف حضرتك لو حتى لو قعدت اسبوع 10 ايام هذا حرج، ده ضرب في بقى ما اظنش هو كان مش ما اظنش لا انا رايي انا ليه بقول لحضرتك المسلحه المسيطره على كل أيوة. متر في سيناء ده ممكن يحصل اللي حصل ده هجمه كده بتاع لكن سيطره لا يمكن، لكن هو كان هدفه ده، هو كان هدف ما كانش هدفه 3000 4000 يكون هو هو ما بدا هو خطته انه عايز يدخل عدد كبير من المجندين والمسلحين والدواعش وكده عشان يقول لك انا سيطرت على هذه المنطقه وحاربوه بقى يعني ندخل معاهم في حرب هننتصر في الاخر، بس اقصد ايه ان هو ده كانت خطته انه يضع اللي هو بقى ايه يجي يقول لك القياده علم عليها دي فشلت، هو وزير الامن الشرعيه شفت 30 يونيو ده انتوا كنتوا قبل 30 يونيو كذا 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 ارجع بقى الدوله ده ما فيش فين الدوله بتاعتكم دي الله، طب هو المجتمع هيغلي لما يلاقي جزء من يعني ال 10 ايام دول لو حصل الدور اقول لك يا عم دور ايه انت جاي تلعب في عايز تلعب دور في تركيا في اسف في سوريا ولا في العراق ولا في وانت اصلا ارضك كان عايز يضعنا في خانه اليك ان شاء الله حتى اسبوع 10 ايام ولا يوم ولا ساعه ما ده بقى يعني. نسجد لله شكرا انه في هذه البلد طبعا نسجد لله شكرا ونحيي قواتنا لكن انا قناعتي انا يعني ان ده مش ممكن يحصل ولا دقيقه الحمد يعني لله تحصل هجمه كده عبيطه كده لكن ويستشهد لينا جنود وكل حاجه لانها معركه صح لكن استيلاء على متر ده طيب ايه بقى دورنا؟ ايه اللي المفروض نعمله في الخمس طلب عرفنا احنا مطلوب ايه بقى؟ مطلوب اولا الحفاظ على الروح المعنويه للناس احنا بتشن علينا حرب عارف حضرتك في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من قال هلك الناس فهو اهلكهم صحيح يعني ايه؟ انا خدها يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام تعال نابليون بونابرت بيقول لك ايه؟ يقول لك يهزم الجيش مع أول جندي يفر من المعركة ويقول هزمنا ويقول هزمنا لأنه أول ما الروح المعنوية بتاعت الناس بتقع معنى وحش عارف حضرتك بيقول لك نظرية الدومينو لما تحط 35 دومينو ورا بعضها وقع أول واحدة قالوا فرار قال لهم كرار بإذن الله أيوة أمال إيه؟ قالوا فرار قال لهم كرار بإذن الله الفرار جايين من مؤتة في المدينة قالوا لهم فرار قال لهم كرار بإذن الله خرج النبي عليه الصلاة والسلام كرار بإذن الله رغم إن هو شكله هزم لكن لا لا ده هو نجح في إنه يتجنب الهزيمة عشان كده وكرار بالظبط يعني هنهاجم عشان كده لازم كل واحد فينا يكون جوانه يقين أن إرادة الله متمثلة في إرادة هذا الشعب بإذن الله تعالى وإن شاء الله هننتصر طيب بإذن الله ده واحد الحفاظ على الروح المعنوية طيب الحفاظ على الروح المعنوية ده بقى تخش فيه بقى ايه احنا بقى شعب يحب يقعد قعدة القهاوي ويحب اللوكلوك والنودات وخد ونتكلم ونقعد بقى نقول انا عندي معلومات انا جدا فلان قال لي ده فلان ابن خالتي اصله في اصله ابن عمتي هناك كلمني من هناك نقول للناس تبطل الكلام ده مهم يا استاذ محمود كلام المتعلق بالقوات المسلحة ارجوكوا هدوء شوية يعني لان سيبوا الناس تشتغل عندها شغل مهم ولا ايه ونسكت بعض اسمح نسكت بعض طيب يعني انا مهم جدا نسكت بعض لان احنا عندنا نزعه للفتي انا اسف في الكلمه الفتي اللي هو الادعاء المعرفي يعني كلمه فتي يعني ده بقول لك ابن خالتي هناك ده في وسط العساكر وشاف كذا كذا يا سيدي لا يعني ما تهبطش الهمه عاليه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت او ليصمت فمعلش احنا في الفتره دي اي اخبار مثبطه لينا مش عايزينها تمام احنا عايزين يعني نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كده ونامل في الله خير لا ان شاء الله عندنا قياده واعيه عندنا شغل بتحصل على الارض عندنا ناس مستعده تموت من اجل هذه البلد طبعا ما نشوهش صورتهم كمان دي بقى الحته اللي جايه دي اللي هي تماسك الجبهه اول حاجه احفظها الروح المعنويه ثاني حاجه تماسك الجبهه الداخليه هو بيلعب في ايه يا استاذ محمود؟ عايز اقول لك ده مش عارف المخابرات العامه هي اللي سببت في قتل النائب العام ويحكي لك قصه كده ما تفهمش تفاصيل 90% منها خيال و10% شويه يعني
يا ابني مخابرات ايه اللي تقتل النائب عام ايه؟ ده مش عارف مين اللي مسؤول عن ما ده الاخوان. ايوه احنا عندنا معركه حقيقيه والله طبعا ده الاخوان بيلعبوا في الاعلام لعب كبير يا استاذ محمود مدفوع في مليارات. الله يرحمه الاستاذ سلام احمد سلام الله يرحمه عمنا قال لي مره قال لي الاستاذ العقاد قال قدام ناس كتير يعني بس واحد منهم قال لك ما قالش على الاخوان اخوان قال لك الخوان المسلمين. انا ما كنتش فاهم يعني ايه الجمله اخوان لكن اكتشف ان هم فعلا هم مش هم اخوان ومسلمين لا هم اخوان اكتر منهم مسلمين يعني هم اخوان مع بعض يعني هو بالنسبه له هم كتله كده من الناس سلاله ده متجوز ده وده ابن عم ده صحيح. فبالتالي روابط بقى الدم وروابط الدين من وجهه نظره وروابط الايديولوجيه الافكار مخلياه كما لو انه مش بيبص لمصر زي ما بيت المصريين بيبصوا لها ودي كارثه على عيننا على عيننا كتاجر. معنى يا استاذ محمود انا بقولها وهذا الكلام بوجهه لشباب الاخوان عشان بس ما يفهموش ان الناس اللي زينا يعني بنكرههم يعني انا عمري ما كرهت الاخوان كاخوان غير بعد اللي عملوه ده. ليه؟ لانه بلدنا مريضه بلدنا تعبانه. الرئيس يوم الايام قال سيبك من الرئيس بس هو قال كده قال لك يا اخواننا فكروا في البنزين اللي بنحطه في العربيه اللي بنبعتها عشان تروح تطفي حريقه او تروح تفض مظاهره او تحط يعني احنا واصلين لمرحله انه يا اخوانا البلد تعبانه جدا. اللي بيحب البلد دي في اللحظه دي ما يتظاهرش يشتغل لها يعمل لها ابن عارف حضرتك يا استاذ محمود والله العظيم لو توقف هؤلاء عن هذا الكم العبثي من المظاهرات والاضرابات والاعتصامات ومحاولات ان هم والله لا يقل عدد الناس الموجوده في السجون. لو خرج اسالك سؤال لو خرج الاخوان نفسهم وقالوا احنا لظروف البلد و والاخر تتكلم على اي مظاهرات هم بيعملوها الاخوان لا مش مظاهرات ما ليه ده شو اعلامي شو اعلامي اكسسوارات طلعوا 20 نفر ينزلوهم في حاره ضيقه كده ويصوروهم يروحوا قناه الجزيره معاهم تصورهم بعد 10 دقائق بعد التصوير يركبوا العربيات ويمشوا دي مش مظاهرات تمام ده شو اعلامي لكن بس هو لو يعني لو تعامل مع مصر بمشاكل مصر يا اخوانا احنا عارفين ان في ظروف صعبه وكذا وكذا واحنا ربما نكون غلطنا وربما يكونوا غلطتهم احنا نفتح صفحه ونبدا عارف ساعتها الناس ممكن حتى تبتدي تفكر تقول لك يعني ده في فرصه انما لا اللي هم بيعملوه ده بيخلي انت تقدر تعمل كوبري ما بين جانبي نهر بس ما عرفش تعمل كوبري ما بين جانبي بحر او محيط الفجوه اللي هم بيتسببين فيها بتتسع بشكل رهيب وهو هدفه انه يحول الامر كما لو انه الشعب المصري منقسم على نفسه الشعب المصري كأنه ما عندوش تماسك في جبهته الداخلية عشان كده احنا لازم ودي مهمة جدا لازم يكون عندنا رؤية واضحة بأنه الشعب المصري بالفعل أهل متماسك بالفعل من مرسى مطروح لأسوان لسينا كل هذه هي أرض مصر وكل من عليها هم يضعون مصر فوق أي اعتبار آخر. الكلام ده لازم يتقال في الإعلام، الكلام ده لازم يتقال في المسجد وفي الكنيسة. أنا بالنسبة لي أي أخ مسيحي مسلم ما تفرقش، ما دام في هذه اللحظة بيقاتل دفاعًا عن الوطن هو أنا ومستعد إني أفديه. صحيح. لأنه أي تفكير تاني غير كده خلاص انتهت المسألة. بس أنا ما عنديش ظن خالص يعني حسب رؤيتي اللي على قد يعني إن الشعب في أي نوع من أنواع الخلل. يعني الشعب كله ما شاء الله متماسك جدًا. دي في شويه حاجات مفرفره كده في بقى الحاجات المفرفره دي انما الشعب انا بتقلقني ككتله والله يا استاذ محمود انا في يوم من الايام ويعني احكي هذه الواقعه لانها حدثت كده بالظبط انا كنت في مع احد القادات الكبيره في القوات المسلحه فبقول له ما تهدونا اهدوا مصر كده ان انتم تشيلوا كل الالغام الموجوده في الساحل الشمالي الغربي اللي هي مارينا والعلمين والكلام طبعا فيها الغام كتير من الحرب العالميه ساعتها قال لي حاجه غريبه قال لي ما احنا شلنا معظمها قلت له فعلا قال لي قلت له طب يعني ما بتعلنوش ليه؟ قال لي كنا خايفين شوف حاجه اسمع الجمله دي كنا خايفين من اباطره الحزب الوطني لياخدوا الارض ودي ملك الشعب. فطبعا انا عجبتني الجمله قلت له ممكن اقول الكلام ده؟ قال لي قوله. فطلعت قلته في احد البرامج والله العظيم يا استاذ محمود انا طلعت من البرنامج واحد من الشباب كده قابلني قال لي اللي انت قلته ده بجد؟ قلت له والله حصلت والله يعني مش هقول على الهوا ازاي ما حصل فقلت بيقول لي بيقول يعني احنا اسمع هذا السؤال ده عشان ده سؤال كان قاتل بيقول لي يعني احنا جيشنا وطني بجد طبعا بس شوف واحد من الشباب هو احنا جيشنا وطني بجد مش ممكن لا يعني. ده سؤال معناه انه حصل اختراق للامن الذهني للامن الفكري لقطاع من المجتمع لدرجه انه بيقول لك هو احنا جيشنا وطن الجد طبعا طبعا في حد عنده مشكله في حد بيغلط في حد ان شاء الله حتى توصل للفساد ممكن ما احنا بشر في الاخر لا معلش بس ده مش معناه انك تسال السؤال ده دي مش معناها دي مش معنى انت دخلت ما دخلت الجيش مش معنى دخلت معلش احنا ايه غرقنا في كميه فساد رهيبه يعني حتى الرئيس السيسي لما قلنا احنا عن الطريق الصحراوي 300 مليار فرق ارض صدق
طبعا متخيل يعني ده طريق اسكندريه بس. نعم. في كام طريق عندنا فيهم؟ وطبعا ست القائد اللي قال لك ده طبعا كانوا هياخده. انا جالي واحد مره زارني في الكتاب قال ان الضبعه دي متقسمه ومش هيتعمل فيها نووي ومتقسمه على فلان وفلان وفلان وفلان. ما هنا بقى دي كانت واضح ان ده كان كلام يعني قائد القوات المسلحه. قال لا بص مفيش حاجه اسمها كده، ده ارض مصر دي في رقبتنا. ده التعبير اتقال لي ساعتها. لا، لان احنا لو تركناها كان ساعتها كانت الرؤيه انه في فساد وانه في حاجه تسيب خلاص، كان زمانها كره سياحيه. لكن الفكره فين بقى؟ تصوير الامر على انه الجيش ده جيش مبارك، او الجيش ده جيش السيسي، او الشرطه دي شرطه مبارك، او جيش الانقلاب، او قضاء الانقلاب. ما هو ده بيعمل ايه؟ ده بيفتت تماسك الجبهه الداخليه. في الاخر خالص تيجي ساعه الجد يقول لا يا عم انا مالي، انا احل مشاكلي انا. ما هو اول مع الراجل روسو ده فيلسوف فرنسي مهم طبعا، اول ما المواطنين يقولوا واحنا مالنا يو كان كونسيدر ذا ستيت لوست، اعتبر الدوله مش موجوده. صحيح. ما هو ده اللي خلى، ما هو ده اللي حصل في العراق وفي ليبيا. انا مالي يا عم انا مالي. بس اذا كان في اي يعني غصه عند واحد هنا ولا هنا ولا هنا يعني في 3/7 الجيش رفعنا فوق. طب يعني رفعنا فوق، وهو ده السبب ان احنا النهارده لسه احنا كان زماننا في مصير اسود يعني. طبعا طبعا. تمام. ثالث حاجه، الثبات الانفعالي عند اتخاذ القرارات الاستراتيجيه في وقت الازمات. يعني ايه اللي خلى القاعده تنجح في استدراج امريكا لحربين في دولتين صعبتين معا، افغانستان والعراق؟ القرارات الانفعاليه اللي خدها جورج دبليو بوش وفريق المحافظين الجدد اللي كانوا معاه استدرجوا للمعركه. عارف حضرتك اقصد ايه؟ لا، واخونا صدام يعني هو اخونا صدام إيه؟ لكن الفكره فين؟ انا مطالب النهارده اكتر من اي وقت تاني الا افكر بمنطق انفعالي. انا بتكلم هنا بكلم الناس، بتكلم كلام حكيم وجميل وقول له اهدى شويه بالراحه، الا تضغطوا على القياده والا تستجيب القياده بس تفهمنا. الا يعني احنا ما نضغطش، مش بثوره الغضب. صحيح في حاجه اسمها يعني نذهب غيظ قلوبنا. طيب. فاهم، بس في نفس الوقت اوعى نتورط في جرائم يستخدمها اعدائنا ضدنا. تمام. انا بقولها بكل وضوح. يمكن في الجزئيه دي انا اكلمك بقى على العبث الاعلامي اللي بيحصل. ايوه، والجنون ده مش مصلحتنا. معلش كويس، اتفضل. برضو مواجهته لابد ان تكون بتروي وبتأني وبدقة. صح. حتى القوانين اللي هيطلعوها. أيوة. الإرهاب لابد ان تكون الأهم. قوانين هادئة. أيوة. ومتريصة وما تعمل لناش بلاو تاني. بس احسنت. ليه؟ هو بقول لك اخوان ايه قضية الاخوان؟ هو عايز ده بالظبط. هو قضية الاخوان يقول لك انا مش قد الناس دي عددا، ده هم البلد يعني. طبعا. عدد المصريين كلهم ومعهم كل مؤسسات الدولة ومعهم شرعية. خلاص نخور كده. انا اخور ليه؟ انا عايز اوقعه مع اللي اشد مني. يعني هو يقولك هي كانت ايه غباء هتلر، انه عايز يحارب الامريكان والانجليز والفرنسويين وكله في نفس الوقت، فخلبوا عليه ضربوه. انما لو انا، لو هتلر ده ذكي، ما انا وقع الروس في الامريكان ووقع الفرنسويين في الانجليز، يعني الفكره. طب انا دلوقتي عايز اجر هذه البلد في هذه المرحله مما هي فيه ووقعه بقى على المجتمع الدولي، ايش اتحاد اوروبي وايش امريكا وايش وايش وايش. طب الله الله الله، يبقى انا باخد بالك ما اقعش في الفخ. مش عشان انا في رأي عام وفي ناس بتطلع في التلفزيون تتكلم وتهيج الدنيا انا اروح اقتل اي حد من غير محاكمة ولا ان لا لا مش عايزين كده. لا مش عايزين ده، لانه ده هيحطك في حتة تخلي مش قضيتك مع الاخوان، قضيتك مع الرأي العام. بالظبط. وانا عايز العالم معايا مش ضدي. وعلى فكرة في ناس تقول لك مالناش دعوة بالعالم دلوقتي. لا 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 لا، ده كلام حد بالك. مفيش حد ملوش دعوه بالعالم. العالم محتاج العالم، لأن احنا ومصر محتاج العالم. الدنيا عامله كده خلاص. صح. لا وبعدين ايه؟ هو انا النهارده لما يجي يقول لي ده ايه اللي مجلل الاخوان؟ لما يجي رئيس وزراء بريطانيا يدعو رئيس مصر تعالى اتفضل نتكلم نتناقش. طبعا. دي رساله. انت عارف حاجه دي معناها ايه بالنسبه للاخوان؟ هو بيفقد ارض. طبعا. كل يوم بيفقد ارض. لما اجي اقول لك ايه ده الرئيس المصري معرض للمحاكمه الجنائيه بسبب كذا 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 كذا، لا ده هو فرحان، ده يا محلاه. اه طبعا. والجزيره تعمل ومكملين ومش عارف. لا انا ما اقعش في الفخ ان شاء الله باذن الله الناصر هننتصر، لان احنا عارفين ان ده المطب. انا مش هروح المطب ده، انا عارف الحته دي رمال متحركه. لا لا تعالى جنبها كده وايه واجري كده. بس في نفس الوقت خد معركك بطريقتك، طريقتك انت اختار معركتك. ما تخليش الاعداء يجبروك على او يعني احنا مش هنقول حاجه اكتر من الانفعال. ايوه. ما تخليش الانفعال يوديك في حته ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. اهل الصنعه يقول لك الغضب بيرفع عندك هرمونات معينه تخليك تتخذ قرارات من اغبى ما ممكن. عشان كده الراجل روزفلت قال لك لما تتخذ كسياسي يعني تتخذ قرار في وقت الغضب
اعلم انه افضل قرار ستندم عليه طول عمرك. صحيح. هو هيبان لك في وقت الغضب افضل قرار، بس هقول هتفضل حياتك كلها بتصوت على القرار ده. زي اللي بيطلق، زي اللي بيتخيل واحد يضرب واحد في نفسه في السجن مش عارف كام. لا احنا ايه اعقل من كده، احنا عايزين ايه فراملنا تكون قويه شويه عشان دفاع مش مصلحتنا في بيئه متربصه اصلا، وخاصه ان دي مش خناقه يا جماعه، دي معركه طويله، ده شغل عالمي، ده قصص ومخابرات وفلوس ومناسبه تستعد طبعا. هو عايز يوقعك يعني في المطب، هو عايز يقول لك بص زق 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 الاخوان مش هيهزموا المصريين، اخبار حضرتك، انما هو عايز يخلي المصريين يقعوا في العالم. لا مش هيحصل ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. الحاجه الرابعه ده بقى كلام مهم، الدوله الديمقراطيه. كلمه الديمقراطيه دي اختفت من قاموسنا السياسي ولازم ترجع. انت هتشتم شديد على كلمه دي؟ لا يتشتم، مفيش مشاكل، انا وظيفتي هديلك في التلفزيون وظيفتي اقول اللي نحتاجه مش اللي احنا عايزينه. بص حضرتك الالمان الديمقراطيه دلوقتي بقت كلمه قبيحه. لا ما قبيحه اللي مش فاهمها ده، انا كاتب مره مقاله بقول فيها الديمقراطيه اعظم الاختراعات الكبرى واصحابها، اعظم اختراع في الكون يعني، في كتب في الكلام ده، لكن الحمام حمام، فكره الحمام، لانه من غير الحمام ما كانش هيبقى عندنا بنايات، ما كانش عندنا مدينه، كان لازم كلنا نفضل عايشين في الصحراء عشان نروح الحمام، عشان نروح نتغوط. الحمام، الكهرباء، الرياضيات، الجامعه، النقود، كل دي حضاره. سابع اهم اختراع الديمقراطيه. ليه؟ لانه من غير الديمقراطيه كان كل اللي فات ده هيكون حكر على الحاكم، هيبقى حكر على الحاكم. طب احنا محتاجين الديمقراطيه فين؟ تعلم من المانيا. هو ايه اللي عمله الالمان بعد هتلر؟ قال لك بص يا عم وقتنا خلص يا قرابي، طيب معلش، قال لك المتطرفون على اليمين والمتطرفون على اليسار ما لهمش جزء، ما لهمش دور في الحياه الديمقراطيه، لا ديمقراطيه لاعداء الديمقراطيه. عايز تبقى جزء من الحياه النيابيه والديمقراطيه والاحزاب والانتخابات لازم تكون في المينستريم، في التيار الوطني العام بتاع المجتمع. عشان كده لازم يكون عندك ديمقراطيه قويه. مين هيحل محل الاخوان؟ هو لسه الشاب لغايه النهارده بيدور على الاخوان، بيدور عليهم ليه؟ لانه مش شاف لا وفد ولا تجمع ولا مش شاف حد، مش شاف بديل. لازم يكون عندك بديل وبديل قوي، لازم يكون عندك احزاب قويه، ده من مسؤوليات الدوله. الدوله الشاطره هي اللي تصنع معارضتها الوطنيه. الدوله الشاطره هي اللي السيسي برؤيه سياسيه لازم هو يقوي الاحزاب، ما يقولش دي معارضه، ما هو انا عايزها، ده انا لازم يكون عندي معارضه، ده لو ما عنديش معارضه الاخوان يكسبوا. هو ايه خيبه مبارك؟ انه اضعف الكل، ففضل الاخوان اقوياء وبيت. هو لو كان عندنا ديمقراطيه، انا عايز معارضه قويه ووطنيه تقدم طرح بديل. اخر حاجه، الحاجه الخامسه، دوله تنمويه. ما ننساش ان احنا عندنا مش معركتنا الاخوان بس، ده جزء من المعركه. الجهل الخطايا العشر، جهل، فقر، مرض، ظلم، فساد، استبداد، كل ده موجود في ثقافتنا، تكفير، ارهاب، انجاب بلا حساب. حط العشر حاجات دي، ده كل طيب. ده كله عايز برنامج عمل ان شاء الله. اللقاء تاني ان شاء الله. اشكرك، تسمح لنا بلقاء اخر ان شاء الله. احنا يعني مع حضرتك ومع الناس قلنا ان احنا نونس بعض بس في رمضان، طبقا يعني ما شفنا الاحداث، فقلنا ننزل نحاول نقول كلمه يعني ربما يعني يكون لها صدى. اشكرك دكتور معتز، شكرا جزيلا، تصبح على خير.